سو اكو هنا استثناءات او منافذ للخروج من الوصية. بالضبط كده، ده كده بيستثني 90% من الشعب من الوصية. نعم طيب شكرا. عشان المزودة هي اللي تحت الوصية دي. نعم اشكرك. عفوا بدك تقول شيء؟ من ضمن برضو المنافذ اللي هو حتى المحصنات الصورة بتقول صورة النساء 24 والمحصنات إلا الأسرة. فحتى الأسرة في أحد الغزوات سمح لهم بممارسة الجنس معاهم لأنهم أسرة. فدول حتى لو كانوا محصنات كانوا أسباقهم موجودين بس مستهربانين. والمنفذ الأخير اللي هو زواج المتعة. قال لهم تستطيعوا أن تستمتعوا بالنساء يوم أو يومين وتدوهم قبض التمر أو ثياب. وكان معمول بيها في عهد أبو بكر، ده يؤيد كلام الشيعة. وفي عهد عمر بن الخطاب جزء من خلافته وبعدين نهاها، لكن كان يعني الكلام ده اتذكر في صحيح مسلم الجزء الثالث. ان اذا كان زواج المتعه محمد نهاها يا اهل السنه والجماعه، ليه ابو بكر سمح بيها؟ يبقى ابو بكر مش فاهم محمد معناها ولا لا؟ ده دليل. وابن عباس احل المتعه، ده دليل ان زواج المتعه ما كان موجود بعد الاسلام في عهد ابو بكر وجزء من خلافه عمر، ثم أبطلها عمر في الجزء الثاني من خلافته لما كترت الجواري والغزوات. وابن عباس قالوا له المتعة، قال لهم تحل. واحد قال له وقت الضرورة، قال لهم أي نعم وقت الضرورة. فالمتعة يعني استثناء، يعني كلام الشيعة معهم حق، وده استثناء واحد يومين يديها فلوس يعني تعتبر دعارة. دعارة. أوكي شكرا لك. نعم أخ كريم. باسم يعني فعلا احنا يوميا كل شو اخذ جزء من الاختبار مالتي واتحدث به يعني. يا ريت. فاليوم هو الاخ محب دخل في موضوع وهذا اللي يقبل الراب فعلا. يعني يا اخوان يا مشاهدين، هو ليش اكو فتح حواجز او قوه ضاغطه على المسلمين؟ لان المسلم هواي ضغوطات عليه اذا يقبل الرب. بس يعني نشكر الرب انطانا الشجاعه، هو يعني خلانا انه نتجاوز مرحله الخوف. بعد ما قبلت الرب، من ضمن اختباراتي اتصل بي ابني من ولايه اخرى، قال لي اسمع بهذا المنطق، قال لي هو مو متدين ولا يعني، بس الضغوطات المسلمين اللي عرفوا انه كريم قبل الرب. فقال لي اسمع بعصبية جدا، أنا راح أطلع أسجل على اليوتيوب وأتبرى منك. شوفوا تصور أنه هذا الكلام إيش قد تأثيراته على النفس. يعني ابنك يطلع ويقول لك أنا راح أتبرى منك، أنت كذا وكذا وكذا. أنا طبعا هو كل ما يشد أنا أهدي، أقول له ربي يباركك وأنا أحبك، أنت ابني إيش عندي غيرك راني. فقدمت له المحبة بكل معناها، انطيت المحبة بكل معناها. هو بفكرة أو بترسباته أو بالمحيط اللي عايش به، المحيط الإسلامي اللي عايش به، بدأ يتهجم علي بشكل مو طبيعي. القضية قضية قبول الرب مثل ما تفضل الأخ، قضية مو سهلة أبدا، مو سهلة. إحنا ندعو الناس تكون عندهم الشجاعة أن يقبلون الرب مخلص شخصي لهم، لأن هاي القضية قضية شخصية بينك وبين الرب. انت بعد راح تحصل، انت تساعي للحياه الابديه. يعني انت يا اخي المسلم، انت قضيتك لا قضيه ابنك. عندنا من كنا قبل بالاسلام يقول ما راح تنام بقبري انت. القضيه مو قضيه لا ابنك راح يعني ينطيك الحياه الابديه، ولا امك ولا اخوك ولا انت، قضيه بينك وبين الرب. فهاي القضيه انا اقول لك فالشغله، في يوم من الايام سالت سؤال، قالوا لي انت ما تخاف، يعني ما تخاف انت قبلت الرب وصرت مسيحي وتطلع على التلفزيون وتتحدث عن الرب وتتحدث عن البشاره. ذكرتهم في نقطه بسيطه جدا، قلت لهم فهد، انا سياسي فاعرف هاي القضايا التاريخيه السياسيه، فهد صعدوا على المقصله، عندنا رئيس الحزب الشيوعي صعدوا على المقصله هذه يعدمونه، قالوا له يابا تبرى من الحزب الشيوعي هسه نعفي عنك، الملك يعفى عنك. فحكى شعر قال لما سلكنا الدربه كنا نعلم ان المشانق كانت العقيده تسلم. شيوعي فكر 70 سنة وانتهى هذا الفكر، 70 سنة. بينما اني امنت بالرب المخلص الفداني بدم الطاهر، اكبر من الحزب الشيوعي، اكبر من الحزب الشيوعي واكبر من كل الاحزاب.
أنا تركت كثير من الأمور، كثير يعني أنا الأمور العتيقة في حياتي كلها انتهت. أفرم عليك. جيت للرب مؤمن بي، مؤمن وخلاصة وبإيمان كامل. للرب. أنت شهادتك أنت بطل، وشهادتك أكو مو مئات وإنما بالآلاف. نعم. راح يقبلون الرب لأنه أمين. أكو روح الرب عليك وكلماتك ممسوحة بقوة الروح القدس أكيد. ومو بكيفهم غصبا ما عليهم اللي مشاهدين، قصدي أنا ما أتكلم عن المسلمين، لا أنت أتكلم عن أول مرة المسيحيين الرسميين. نعم. أوكي هذا اللي جاي أتكلم. سو نشكر الرب من أجلك. أخ شيخ بهاء، احنا وصلنا الى نهاية، انا راح اطلب من كل واحد من عندكم لمدة دقيقة او دقيقة ونص اخر رسالة تقدموها الى المشاهدين المؤمنين وغير المؤمنين. خلي ابدي بك شيخ بهاء، تفضل. الحقيقة انا عايز اقول كلمة مختصرة للاخوة المسلمين، بقول لهم موضوع التحريف يا جماعة اقرأ الكتاب المقدس من فضلك، ولو لقيت حاجة محرفة من فضلك قلنا عليها. الحاجة الثانية ان مش معقول كتاب بيدعو الى الخير يقوم او يكون متحرف، يعني لو لقيت في حاجة بتدعو للشر يبقى ده موضوع تاني. حاجة اخيرة بقى بقولها لكل الناس، الحقيقة نفسي اقول افرح الناس كلها باللي فرحوني بيه، أقول لهم إن رب المجد نزل للأرض علشان يدفع دمه ليخلي سبيلنا إحنا. نفرح بده، نعلنه، نقدم محبته لكل الناس. السيف اللي هو جا بيه ده السيف اللي بيذبح بيه الشيطان، لنحمل سيف المسيح لنذبح الشيطان. آمين. نقدم محبتنا للإنسان ونذبح الشيطان. آمين. 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 الرب يبارك فيك، أشكرك عزيزي شيخ بهاء، الرب يبارك فيك، وإن شاء الله نشوفك في برامج قادمة على الهواء أو فيزيكلي هنا في الاستوديو. يلا جود نايت بالنسبة لك. الأخ محب، عايز أقول كلمة من الكتاب المقدس لكل واحد عن المسيح. ماذا يقول الكتاب؟ الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أنا بشكر ربنا من أجل الناس اللي هم قالوها واعترفوا بيها وسجدوا لشخصه الكريم، لكن كل واحد رفض هذا الاعتراف للأسف مش هتكون ليه حياة أبدية، وللأسف هيسجد بس متأخر، هيندم بس مش هينفع. عشان كده أنا بهيب بكل واحد من أحبائي المسيحيين والمسلمين وغير الدينيين، إنك تفكر كويس قوي في اللي حط نفسه مكاني ومكانك ومكانك عشان يديلك الحياة الأبدية، وما تضيعش الفرصة. آمين. شكرا. دكتور عماد. أيوه. تفضل. يعني أول حاجة أنا عايز الأستاذ كاظم ما ينساش أن بعد 48 ساعة من دلوقتي، يعني day after tomorrow Monday يوم الاثنين الساعة 8:30، أو في بروجرام مخصوص على المسيحية، كل الأسئلة اللي أنت عايزها وبنقولك ده مش مجالها النهاردة، اسألها بعد يومين عن التجسد وعن الله والثالوث وكل حاجة. أنا مش عايز أقول حاجة، أنا أكدها، احنا قلنا حاجات كتير، بس عايز أذكر حاجة قريتها في كتاب لأحد المسيحيين، بيقول جملة مش ممكن أنساها، بيقول كده: الإنسان يكون إنسانا بمقدار ما فيه من محبة. يعني دي أهم حاجة، الإنسان يكون إنسانا بمقدار ما فيه من محبة.